البرتقالي خلف الأزرق، لونان امتزجا في استاد الصداقة والسلام في العاصمة الكويتية الذي شهد صيحات سياسية تارة. ورياضية تارة أخرى. لعبة السياسة من الباب الرياضي، دعوة كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمعارضة لحشد أنصارها ضمن تحركها لإسقاط البرلمان الجديد، دعوة استجاب لها شباب وأطفال. هذا الأول مؤازرة المنتخب، الشيء الثاني أن نوصل رسالة أن احنا مقاطعون. أنا جاي بطريقة حضارية أمثل الصوت طفل الكويتي، وهذا المجلس ما يمثلنا. اللونان وإن اختلفا في الأمس القريب، كون الأزرق يرمز للمشاركة في العملية السياسية والبرتقالي رمزا للمقاطعين الذين يقولون إن الحراك لن يقف عند حدود الشارع فقد امتد إلى مدرجات المستطيل الأخضر. إحنا مجرد شباب اتخذ لون رافض لبعض الممارسات السيئة من بعض أطراف في الحكومة. سنسعى بكل وسيلة سلمية لإفشال هذا المجلس وإسقاط مرسوم الصوت الواحد. تلك الصيحات وإن كان وقعها هذه المرة أخف من المسيرات السابقة، إلا أن المنظمين للدعوة يؤكدون على حقهم في التعبير عن آرائهم، رافضين ما يقال بأن الرياضة أصبحت مرتعا لتصفية الحسابات السياسية، بل أن حراكهم مستمر وفي تزايد. اليوم وين الجمهور الكويتي؟ اليوم اللون البرتقالي كله حضر، والمباراة القادمة راح يحضر بأكثر، رغم أن الدعوة وجهناها لإخواننا الجمهور متأخرة، لكن أنا أراهن المباريات القادمة راح تشوف اللون البرتقالي مكتسح، لأن دائما حنا نجي نصلح ما تفسده الحكومة. ينتهز البرتقاليون الفرصة للتعبير عن آرائهم والمطالبة بالإصلاح السياسي، بينما يرى المخالفون بأن تسللهم إلى هذه المدرجات الهدف منه إخراج كرة القدم عن روحها الرياضية وتسييس الرياضة. عادل عيدان، العربية، الكويت.